ما في احلى من انه نبلش صباحنا بطاقه عاليه كرمال ينعكس هيدا الشيء على بقيه نهارنا وعلى الاشخاص يلي حوالينا. طبعا يمكن اليوم الظروف الصعبه والضغوطات اللي بتواجهنا بالحياه بيصير صعب علينا انه نحن نكون بطاقه ايجابيه وبتفاؤل، لكن خلونا قدر الإمكان نحافظ على هي الطاقة، لأنه لما نقول طاقة إيجابية مو بس عم نحكي كلمات تشجيعية أو بس شعور بالسعادة، لا، هي لازم تكون نمط وأسلوب حياتي رافقنا بكل شيء، إن كان بعملنا إن كان بأي مكان نكون موجودين فيه. رجاء، أهم شيء العمل هايتي اليوم أكيد. يعني يمكن معظم أوقاتنا عم تكون ضمن رفقاتنا، فكتير مهم الأشخاص اللي حوالينا يكونوا عندهم طاقة إيجابية. تحسي دائما في أشخاص بينشروا هاي البسمة أكيد. هاي الروح الحلوة بين الناس، ولكن بنفس الوقت في وقت اللي بيكون في حدا سلبي كمان بيقدر يصدر لنا هاي الطاقة. اليوم شو مفهوم الطاقة؟ شو هي أعراض الأشخاص اللي عن جد بيكون عندهم طاقة سلبية، إن كان بأرواحهم إن كان ببيوتهم؟ أكيد في شيء بيظهر عليهم، وبعلم الطاقة وبالتنمية البشرية أكيد في أسباب وفي طرق للتخلص من هاي الطاقة السلبية. رح نروح لنحكي أكثر عن هذا الموضوع، وضيفنا لليوم هو الدكتور سمير هادي، أخصائي بعلم الطاقة والتنمية البشرية. صباحك يا دكتور. يسعد صباحكم بالخير والبركه والطاقه الايجابيه. اهلا وسهلا فيك دكتور سمير، من اهل البيت نورتنا. خلينا بدايه نتعرف نحن والمشاهدين شو بنقصد بمصطلح الطاقه، ونفرق اليوم يا ترى شو هي الطاقه الايجابيه وشو هي الطاقه السلبيه. هلا بدايه بكل بساطه، الطاقه هي كل فعل يؤثر بالاخرين، وبالتالي هي مجموعه من الصفات. ان كانت هي الصفات ايجابيه وجيده ففينا نقول طاقه ايجابيه، طاقه عاليه، وإن كانت هي الصفات سيئة أو سلبية فمنقول طاقة سلبية. إذن هي مجموعة من التصرفات، مجموعة من الأعمال، حتى الأفكار والنوايا، هذا كله يتترجم على شكل ما يسمى بالطاقة. طيب دكتور، نعرف نحن كل شيء محيط فينا فيه طاقة، الأشخاص، الأماكن، الأحجار، أي شيء بحياتنا عم يعطينا هاي الطاقة. خلينا نتوسع أكثر ونحكي عن مصادر الطاقة اللي بتمس الروح البشرية. هلا بالنسبة لمصادر الطاقة فالمصادر كثيرة. بداية المصدر الأول والرئيسي هو الشخص نفسه. اليوم أنا الشخص يا أما بحدد مسار الطاقة أنه يكون إيجابي بحياتي عن طريق سلوكياتي، طريق أفعالي، طريقة تعاملي وتفكيري بالأمور، وإما بحدد أنه يكون طريق مسار حياتي عن بالاتجاه الثاني، بالاتجاه الطاقة السلبية، أن يكون شخص متشائم، أن يكون شخص غير مستقر بحالة الطاقة الجيدة، هذا بينعكس. رقم اثنين هو الطاقة الكونية، الشيء اللي بنستمده من الطبيعة. دائما بنشوف الأشخاص اللي مقربين من الطبيعة، الأشخاص اللي بيمارسوا الرياضة، بيمارسوا التأمل، تمارين اليوغا، مختلف هاي التمارين اللي بتقربنا من الطاقة، كمان هذا بينعكس عليهم إيجابا وبيرفع من مستويات الطاقة بشكل عالي جدا. رقم ثلاثة الأشخاص المحيطين فينا والمكان اللي نحن موجودين فيه، مثل ما تفضلتوا حكيتوا بالمقدمة، للمكان دور كتير مهم. المكان بيحمل طاقة بتنعكس على الأشخاص الموجودين، وكمان الأشخاص الموجودين بالمكان ممكن يؤثروا يتأثروا بالطاقة الموجودة. بالنهاية الإنسان مثل المغناطيس، هو يستجيب ويمتص الطاقات المحيطة. فلذلك نحن دائما بننصح انه يكون الشخص قريب من الاشخاص البشوشين، الاشخاص المتفائلين، الاشخاص الايجابيين. وبالنهاية قل لمن تصاحب أقول لك من أنت، وجاور السعيد تسعد. فبالتالي كتير مهم نعرف مع مين عم نتعامل، مع مين عم نشتغل، مع مين عايشين، هذا الشيء بينعكس علينا بشكل إيجابي. أكيد دكتور، خلينا ننتقل من الطاقة الإيجابية للطاقة السلبية. كنا نعرف هي الطاقة قديش بتأثر علينا اليوم، بتسبب لنا اكتئاب، حزن، قلق، دائما يمكن بنحس حالنا متوترين وما بنعرف ليش. شو هي الطاقة السلبية ومين هنون الأشخاص السلبيين، ونحن اليوم شو هي الطرق اللي لازم نتبعها لحتى نتخلص من هي الطاقة؟ هلأ بداية بالحديث عن الطاقة السلبية، فهي بتجي نتيجة تراكمات. اليوم ما فينا نقول عن شخص سلبي إذا تصرف بلفظ واحد معين فقط، أو إذا عمل واحد فقط غير جيد نقول عنه شخص سلبي، لا، هي بتكون نتيجة تراكمات. هذا الشخص في عليه ضغوطات حياتية كبيرة، ما عم يقدر يخرج من هي الضغوطات، عم يكون متواجد مع أشخاص غير جيدين، غير إيجابيين، هذا كله عم ينعكس عليه، وبالتالي هي التراكمات بتعمل منه شخص سلبي، شخص غير إيجابي، شخص متشائم. بالنسبة للصفات فبيكون هو شخص
قريب من الاكتئاب، قريب من العزلة، قريب من عدم يعني ما عم يشوف أي فسحة تفاؤل، ما عم يشوف أي فسحة أمل. دائما شخص بعيد ممكن يكون عن المنطق وعن الواقع، ما عنده أي فكرة عن أنه ممكن يكون الغد أفضل، فبالتالي هذا الأمر ممكن ينعكس عليه وبينعكس على الأشخاص المقربين منه، وخصوصا إذا كان رب أسرة مثلا، فبينعكس على زوجته، بينعكس على الأطفال، بينعكس على مكان عمله. وإذا ظل مستسلم لهي الطاقات السلبية والبيئة السلبية اللي هو موجود فيها، لأنه اليوم كثير منواجه أشخاص بيقول أنا مو قادر أعمل شيء. هذا نوع من الاستسلام، لا، نحن قادرين نغير كثير من الأمور، بداية من برمجة العقل الباطن أني أنا أكون شخص إيجابي، يكون في النية، يكون في القرار، يكون في خطوات مدروسة وبالدرجة درجة، بالخطوة خطوة. اليوم ما في تغيير بينتج بين يوم وليلة، ما في شيء اسمه كون فيكون إلا لله عز وجل. فالإنسان لازم بالتدريج يأخذ القرار، يكون ناوي وينتقل من الحالة السلبية للحالة الإيجابية، لأنه هو في حال استسلم للأمور السلبية وقال أنا هذا واقعي، ماني قادر أغير شيء بحياتي، فالأمر حيزداد سوء. أكيد. بس يمكن دائما نقول شخصية الشخص كيف هو بيقدر بيتعامل مع هذا الموضوع. في ناس يعني عندهم كاريزما، عندهم شخصية قوية، بيقدروا يمتصوا هذا الغضب هي السلبية، ولكن مثل ما قلت يوم بجوز التراكمات عم تكون المشكلة الأكبر بحياة كل حدا فينا، مو بس أصحاب الطاقة السلبية. كلنا عندنا طاقة سلبية، ما حدا اليوم معصوم عن هاي القصة. ولكن خلينا نروح لتنظيف المكان. اليوم ذكرت من خلال جوابك انه هي بتاثر بالبيت، بتاثر بالمكان، بتاثر وين الزملاء. اليوم كيف بقدر انظف المكان اللي انا فيه، بيتي، مكتبي، اي شيء؟ بدي اتشكرك على هالسؤال الحلو، لانه كثير مهم نحن نعمل تنظيف طاقي للمكان المتواجدين فيه، لانه ممكن يكون منزلنا بيتنا ولكن بيجينا ضيوف بيحملوا طاقه سلبيه، فبالتالي صعب انه نحن نقدر نتعامل مع هالامر، يعني الضيوف هن عم يدخلوا المكان، فلازم يكون في عمليه تنظيف. ممكن بداية عن طريق تهوية المكان بشكل متواصل بشكل مستمر، يعني ستات البيوت شاطرين بهذا الموضوع، موضوع التهوية، فتح الشبابيك بالشتوية بالصيفية ضروري يكون في تجديد دائما للطاقة. رقم 2، تحريك الأثاث لحتى يتغير مسار الطاقة. هلا في ناس بتقول انه صعب انا اغير ديكور بيتي كل فتره، نحن ما عم نطلب تغيير الديكور، ممكن يكون في تحريك لبعض الاثاث لحتى تتغير مسارات الطاقه وبالتالي تجديد. رقم 3، استخدام الملح الصخري، الملح الخشن. الملح الخشن من المعروف عنه انه بيمتص الطاقات السلبيه، وفي كثير شغلات ممكن نستفاد منها من الملح الصخري، ان كان على الصعيد الشخصي وان كان على صعيد المكان. اذا بدنا نحكي على صعيد المكان، فنحن ست البيت بكل بساطه فيها رش القليل من الملح الصخري على زوايا المكان مثلا، او ممكن شطف المكان بالمي والملح الصخري، هذا كله بيبعد الطاقات السلبيه. الملح بيمتصها للاخر وبيعطي تجدد وطاقه وحيويه للمكان. كمان من الامور اللي ممكن تعمل تنظيف طاقي للمكان اللي هي البخورات الطبيعيه، الروائح الطبيعيه. كل ما كانت البخورات او الروائح اقرب للطبيعه كل ما بيكون افضل، طبعا مع الحرص على التهويه. أكيد. ما بدنا نحن نكون مشغلين بخور ومسكرين كل شيء، لا، كمان التهويه مطلوبه. طيب الملح بنرش بالزوايا، يعني ايمتى بينقام؟ يعني دائما بقول في طريقه يعني حتى بيرش الملح. هلا بكل بساطة الملح لما بينرش بالزوايا، نحن عم نحكي عن ذرات قليلة، يعني رشات ملح قليلة مو كمية كبيرة، رشات قليلة لمدة 3 أيام مثلا، وبعد 3 أيام بتم مسح أو شطف المكان بطريقة عادية من غير أي إشكال. تمام دكتور، بما أنك عم تركز اليوم على المكان وقديش ممكن يأثر فعلا سلبا علينا وعلى أهل البيت، قد بنسمع اليوم أقاويل أنه ممكن إذا الأغراض ما مرتبة ممكن تأثر بشكل سلبي، إذا المرايا مكسرة، إذا في شيء غرض قديم موجود، هدول الامور، اذا في صور في امور معينه. تماما، هي الامور فعلا دكتور اليوم بتاثر بشكل سلبي على اهل البيت. للامانه طاقه المكان الفينغ شوي اخذ حصه كبيره من علم الطاقه، لانه هو بيدخل بتركيبه تفاصيل حياتنا اليوميه، يعني ذكرت امثله حضراتكم هي امثله جدا مهمه ولسه في تفاصيل ادق من هيك. فنحن الطاقه هي اسلوب حياه كامل، الفينغ شوي هو اقرب لاشخاص، يعني لشخصنا ولأماكن تواجدنا، مثل اللون، مثل الصوت، مثل الأساس، مثل ساعة الحائط اللي لازم ما تكون معطلة، ما لازم تكون فاضية البطارية ونتركها على حالها، مثل ما تفضلتي مثلا ألوان الأساس الموجودين المكان، الاتجاهات الشمال والجنوب والشرق، في كتير تفاصيل، طاقة الصور، هذا كله رمزيات وتفاصيل مهمة بحياتنا. نحن كل ما أخذنا فكرة أكبر، كل ما عرفنا أكثر، كل ما تعلمنا أكثر عن هاي التفاصيل، نحن بندخل الطاقة الإيجابية للمكان وللأشخاص الموجودين بالمكان. لهيك كتير مهم
انه يكون في عندنا فكره كافيه عن طاقه المكان الفينغ شوي. اكيد يمكن يوم الفكره العام بحياه الحدا فينا انه نحن كيف قادرين نقطع من هي المرحله من السلبي للايجابي. اليوم الظروف بشكل عام عم تكون مساعده للطاقه السلبيه اكثر اليوم، هذا الواقع يعني، ظروف العمل، ظروف البيت، الضغوطات اللي عم نعيشها، الاشخاص احيانا يعني عندك شحنه كامله من السلبيه من الاشخاص اللي حواليك، فاليوم نحن كثير مهم نحط خطوات، نحط خطه لنقدر نقطع، مع انه كثير صعب يمكن بدها وقت حتى نقدر نعمل شيء، شو هي اهم الخطوات المفروض نحن نعتمد عليها؟ هلا بدي ابدا من الاخير، بالنسبه لموضوع انه صعبه، ما في شيء بالحياه ياتي بالسهل، بالنهايه كل شيء بالحياه بحاجه لجهد، بحاجه لتعب. في تحدي اليوم ما في اي شيء تماما، ما هو انا لازم غير من نمط حياتي، لازم غير من الواقع اللي انا موجود فيه، طبعا الشيء اللي انا قادر غيره، بدايه مثل ما حكينا النيه تكون موجوده، انا ما بدي اكون متردد، يعني لما بدي افكر بموضوع التغيير ما بدي يكون في عندي تردد، خلص انا هيك لازم اكون شخص مثالي، لازم اكون شخص مختلف. رقم اثنين الصبر، وهذا اللي نحن بنفتقده بشده، كثير من الاشخاص بننصحهم بعض النصائح بيجي بعد يومين بيقول لي والله ما مشي الحال، طب يومين، ما انت لازم يكون في عندك صبر، لازم يكون في مثابره، لازم يكون في طولة بال. الصبر كمان من الأمور الهامة. ثلاثة البدء بخطوات عملية بعيدا عن النظري والاجتهاد، وانه يكون في ثقة بالنفس وانه يكون في صبر، بدنا نبدأ خطوات عملية بداية من التوكيدات الصباحية، التوكيدات الإيجابية اللي بتحمل طابع إيجابي كنوع من الامتنان لله عز وجل على نعم وعطايا الله عطانا إياها. والانطلاق مثل ما حكينا ممكن يكون في مساحة خضراء، مساحة طبيعية بحياتي أنا كشخص، كنوع من الرياضة أو نوع من المشي، حتى مو شرط يكون في رياضة خاصة، المشي جدا مفيد. رقم ثلاثة تغيير طبيعة تعاملي أو تفكيري مع الأشخاص. دائما الأشخاص السلبيين أو الأشخاص اللي بيحملوا طابع سلبي بيقولوا أنا صلي مدة من الزمن عم حاول بهذا الموضوع ما عم يتم، فأنا لازم راجع حالي، ممكن الخطأ يكون مني، صيغة التعامل، طريقة التعامل، الآلية ممكن تكون خطأ، لا أنا بدي راجع أفكاري، شوف وين عم أخطئ، وين عم كون مصيب، ووجه الآلية جديدة بطريقة مختلفة. موضوع الصدقة، موضوع الروحانيات، موضوع التقرب الديني، هاي الأمور كلياتها بتنشط شاكرة التاج اللي هي بأعلى الرأس، وبالتالي بترفع من معدلات الطاقة الإيجابية عالية. أهم من كل شيء حكينا هو الاستمرارية. أكيد الاستمرارية جدا مهمة. اليوم لما بنقول شخص إيجابي أو شخص سلبي فبده يكون هو عنده استمرارية بهذا الأمر، فبالتالي وقت نكون أشخاص إيجابيين ما بدنا نكون إيجابيين لفترة أو إيجابيين مع أشخاص معينين أو بس بمكان معين، لا بدنا نكون إيجابيين بالمطلق. تمام، خلينا نروح لفكرة تانية. قد اليوم بنشوف كثير من الأشخاص خلال الشتوية بتلاقيهم دائما مكتئبين ضايجين، بيقولوا لك إنه الشتي كثير بيعطيني كآبة وطاقة سلبية، اكتئاب موسمي. تماما، وبس تطلع الشمس خلص إنه صار في تجدد، صار في طاقة إيجابية عالية. قد اليوم فعلا الشمس ممكن تجدد من نفسياتنا وأرواحنا وتعطينا فعلا طاقة إيجابية؟ سأليني إلي على هذا الأمر، هو موجود فعليا لكن يختلف من أشخاص لأشخاص آخرين، لأنه كمان منشوف أشخاص هن بيتنشطوا بالشتاء، بيحبوا أجواء الشتاء والمطر والمشي تحت المطر، فبالتالي هذا بيختلف من أشخاص لأشخاص آخرين بناء على هذا الشخص، شخصيته، طريقة تفكيره، ممكن برجه، مواليده، هي التفاصيل كلها بتنعكس على الشغلات اللي بيحبها. لكن بشكل عام مثل ما تفضلتي للشمس، للجو الحلو، للجو المعتدل، هذا الشيء كمان بيأثر وبيرفع من معدلات الطاقة الإيجابية. وأيضا التقرب من المساحات الطبيعية، يعني ممكن الخروج للبحر، ممكن لجبل، ممكن لمزرعة، لبستان، كل ما كنا أقرب للطبيعة كل ما هذا بينعكس إيجابا. ودائما بالأجواء المعتدلة والصيفية بيكون في عنا فرصة أكثر لنكون متقربين من الطبيعة. أكيد. يمكن مثل ما قلت دكتور، حسب طبيعة الشخص، برجه الناري يمكن بحب هاي الصخة، بحب الشمس. خلينا نروح للأشخاص اللي دائما بيثقلوا هاي الطاقة بقصص تانية، في ناس بتلبس الحجار، في ناس بتلبس شيء برأيها أنه بيواتي، قديش هاي القصة بتنعكس على أرواح البشر بشكل عام؟ هلا هو في كثير تفاصيل هي بتنعكس على برمجة العقل الباطن للشخص نفسه. في بعض الأشخاص بيتفائلوا ببلوزة، إنه أنا نجحت بمادتي كنت لابسة هاي البلوزة. أنا كثير بمر علي صبايا وشباب بيحكوا
انه فانا كل ماده بدي البسها او كل مشوار مهم بدي البسه، خلاص هو تفائل بهذا اللون او بهذا البنطلون او بهي البلوزه او ممكن ساعه او اي شيء معين. هذا يعود لطريقه تفكير الشخص وتفاؤله. اليوم بنشوف مشاهير مثلا بيتفائلوا بخيط، بيتفائلوا بساعه، بيتفائلوا بشيء بلون معين، لكن خلاص هن شافوا التفاؤل بهذا الامر وخلاص مشوا على هذا الامر بانه هذا الامر بيفيدني وهذا الامر ايجابي. الاحجار الكريمه مثل ما تفضلتي هي فعلا بتاثر، طبعا كل حجر كريم يتبع لابراج معينه لاشخاص معينين، الحجر الفلاني بناسب للشخص بناسب لشخص فلاني غير مناسب لغير اشخاص، كمان الاحجار الكريمه لها اهميه ولها فائده، لكن مثل ما حكينا الحجر المناسب للشخص المناسب، كثير تفاصيل ببيوتنا باماكننا ممكن تكون مصدر تفاؤل، كثير من الاشخاص بيقول انا برتاح على الكرسي تبعي او على الطاوله تبعي، مكاني انا هذا المكان اللي بدرس فيه، انا هذا المكان تماما، خلص انا برتاح فيه، فهذا بيبعث نوع من التفاؤل لدى الشخص. تمام، طيب نحن كثير حكينا انه الطاقه السلبيه ممكن ناخذها من الاشخاص يلي حوالينا، ليش كمان ما بنقول انه هي الطاقه السلبيه ممكن تكون من صنعنا نحن، من تفكيرنا اليوم لما نفكر بنقول انه ما رح يمشي معي هذا الامر، ما رح يزبط، هذا التفكير المتكرر يلي بيجيب السلبيه والتشاؤم، مو نحن قلنا جزء فيه دكتور؟ تماما تماما، مثل ما في جذب ايجابي كمان في جذب سلبي. تمام. وهذا اللي دائما نحن بنركز عليه، انه تصرفاتنا، افكارنا، افعالنا، كلماتنا، اليوم للكلمه طاقه رهيبه، بعض الاشخاص ما بيعطوا معنى او قيمه للكلمه، فممكن تشوفي شخص عم يجرح شخص اخر، هو هي شغلتهم بالحياه، او شخص عم يتنمر تماما، او شخص عم يتنمر، او شخص عم يحكي بتوجهات سلبيه، فلذلك لا، لازم ننتبه حتى على طاقه الكلمه، تعاملنا مع الاخرين، لانه الطاقه اساسها هي فكره، اساسها هي ما يصدر عن العقل، وبالتالي بتترجم لافعال، فكثير مهم اليوم كمان ننتبه لتصرفاتنا مع الاخرين وتعاملاتنا مع الاخرين، لانه انا اليوم لما بكون شخص ايجابي، شخص محصن بالطاقات العالية، بالتالي صعب اتأثر اذا كان في اشخاص سلبيين محيطين فيني. لا، انا بضل محافظ على ايجابيتي، بيكون صعب اني اتأثر بهدول الاشخاص، بالعكس هن اللي بياخذوا مني الايجابية، هن اللي بيحملوا مني الطابع الايجابي. دائما اصحاب الشخصية القوية، الاشخاص اللي عندهم ثقة بالنفس، الاشخاص اللي قراراتهم حاسمة، بنلاحظ عندهم كاريزما معينة، الاشخاص بتقلدهم وليس يعني هن اللي بيقلدوا الاشخاص او بياخذوا طاقات سلبية من الاشخاص. حتى دكتور نشوف في ناس كثير بتجبر الخاطر بكلمة، بتعطي هاي البسمة الحلوة، في ناس يعني حتى لو عندها تراكمات، عندها مشكلة، أي مشكلة بحياتها، ولكن هي عم تقدر تفصل، أنه ما تخلي الناس تتأثر الحواليها. قديش مهم اليوم نحن نفصل حياتنا الشخصية عن أصدقائنا، عن حياتنا العملية. اليوم أنا ماني مضطر هاي اي مشكله عندي انا اصدرها للناس او اعبس بوجه حدا، قد ايه مهم الفصل اليوم؟ بالضبط، كثير مهم اليوم انه يكون في فصل بين الحياه الشخصيه وبين تواجدي او مكان تواجدي، ان كان بالعمل او مع الاخرين. اليوم انا كشخص لما بدي احكي عن مشاكلي واوجاعي ومتاعبي، بالتالي انا عم انقل هي الطاقات للاشخاص الموجودين معي، لو ما تاثروا بشكل كبير لكن هن رح يتاثروا ولو 10%، لذلك ضروري الفصل. انا اليوم موجود بمكان عملي، بدي اجي متفائل، بدي اجي عم اضحك، عم امزح، مبسوط، عم اشتغل شغلي، وانا يعني في نوع من الفرح والايجابيه بعيدا عن اي مشكله انا كنت مواجهها بالمنزل او مع اشخاص اخرين. اكيد. بالختام بدنا نشكرك كثير دكتور سمير هادي، اختصاصي بعلم الطاقه والتنميه البشريه، شكرا لك ولوجودك معنا لليوم، اهلا وسهلا. وانا كمان بدي اتشكركم، لكم الله يعطيكم الف عافيه، وبدي اتمنى لكم وللساده المشاهدين بقيه النهار مليء بالطاقه. شكرا لك دكتور، بقيه نهار حلو لك مليء بالطاقه الايجابيه، بتصدرها لكل الناس ان شاء الله يا رب.